بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الأستاذ الدكتور حمدي غانم، أستاذ علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب جامعة الإسكندرية، ويشرفني أن ألتقي بكم لأحدثكم عن مرض العصر وهو مرض السرطان الذي لا يخلو من تواجده في كل أسرة تعاني من فرد أو فردين مصابين بهذا المرض اللعين. ولكن أنا أحمل بشرى لكم بأن آفاق جديدة في علاج السرطان قد توصل إليها الطب الحديث، سواء كان علاجا بالكيميائيات أو علاج بالإشعاع أو علاج موجه أو علاج مناعي، ويدور دائما علاج مرضى السرطان حول الاكتشاف المبكر لهذا المرض، وهو بعمل سكرينينج ومسح سنويا لاكتشافه في مراحله المبكرة، حيث تكون نسبة الشفاء الكلي بنسبة 100%. بالنسبة لسرطان الثدي، يتم عمل مسح عن طريق عمل أشعة الموجات الصوتية على الثدي، وأشعة أخرى أشعة تسمى الماموجرام لاكتشاف وجود بؤر صغيرة الحجم في داخل الثدي، وخاصة لمن كان لديهم التاريخ الوراثي في الأورام، وأيضا في أورام عنق الرحم يتم عمل مسح مبكر لاكتشافه في مراحله الأولى. فإحدى مراحل علاجه اكتشافه مبكرا، المراحل الثانية في مراحل المتقدمة يتم التعامل معه سواء كان بعلاج الكيميائيات الكيماوي أو العلاج الإشعاعي أو العلاج الموجه أو العلاج المناعي، وعادة ما نستطيع أن نأتي بنتائج مرضية للمرضى وبدون أي تأثيرات جانبية للمريض في هذا.